بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكل متابعي دروس آلة العود، معكم الأستاذ سفيان بوحامد من تونس. إذا في هذا الدرس مش نراجع الجزء الأول من أغنية طلعت يا محلى نارها كمثال في مقام الجهركة، الجهركة أو جهركة، ثم نمر إلى الجزء الثاني، وفي آخر الدرس مش نحاولوا نطبق تقنية الفرداش اللي شفناها في الحصص الفارطة. إذا اللي يخدم بدا الجزء الأول مش هتحصل على نتيجة هذه. Fish. ثم
مي فا سول فا مي فا سول فا مي فا سول لو لا لا سول فا مي فا سول فا سول لا سول فا مي سول فا مي ري فا مي ري دو ري مي فا مي كاملة نسمعها كاملة نقول مع بعضنا حاولوا عصفوا معايا والواحد اثنين وبعد ضربتين هذم وندخل نبدأ من مي واحد اثنين نجربوا تقنية الفرداش مع بعض الجمل نختاروا مثال الفرداش المتصل لهنا في الجملة هذه ثم كامل باش نسمعكم في الدرس القادم كيفاش نغنيه ونعصفه فرد وقت لذا ماذا بيه تسمعوا هي موجودة الأغنية تسمعوا الكلمات متاحة مليح باش يبدأوا حاضرين في أذهانكم باش نتعلموا المرة الجاية كيفاش نعصفه ونغنيها في نفس الوقت إلى اللقاء